السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كي درتوا مع هذا الحجر الصحي يا ربي تبقاو في ديوركم باش تحافظوا على راسكم وعلى اللي عزيز عليكم. المهم اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على واحد لي برودوي ساليتهم، مي برودوي فيني اللي عجبوني فيهم واللي ما عجبونيش، بكل صراحه وبكل مصداقيه. الوغ غنبدا باول برودوي اللي هو صراحه طوب البنات، وغنشري غنعاود نشري مازال وغنشري مازال وغنشري مازال، وهو هاد بيرفكت وايت. صراحه البنات قد ما راه كنت هضرت لكم عليه في واحد الفيديو خاص على هاد البرودوي هذا، صراحه لاكام كتحمق البنات واعره، سورتو الناس اللي عندها ديكالاج في لو طون، يعني عندها مشكل ديال توحيد اللون، فهذا خطير البنات. المهم كنت هضرت لكم عليه، غنعاود مازال نشريه، وهضرت لكم اللي بغى يهضر يشوف لنا شنو قلت لك عليه، فدخلوا عاوتاني لاشين وشوفوا شنو هضرت عليه وشنو قلت عليه، كيفاش تجربتي كانت معاه، فهو طوب. اذا غنعاود نشريه مره اخرى. غنهضر لكم مازال على هاد ادغالان البنات، هذا كل شيء كان كيستعمل لي ساشي اللي كانوا في ادغالان، كانوا واعرين صراحه طوب، كانوا خاص، كانوا 45 درهم يمكن، داروا في بلاصتو هذا الجيل هذا حتى هو ادغالان، ولكن زيد شويه في الثمن، كيعطي نفس الفعاليه ديال الساشي غير هذا غلا من الساشيات. كيبان ليا هو زوين وداكشي، ولكن بالنسبه للثمن ديالو كنظن بان ما غنعاود نشريه. هو زوين بالنسبه للناس اللي عندها الامكانيات وتقدر تشري فتشري، انا شويه جاتني 80 درهم 90 درهم، جاتني شويه كاينين دي برودوي في نفس لا كاليتي وحتى هما مزيانين، دونك هذا انا بالنسبه ليا ما غنعاودش نشريه. فوالا البنات غنبقاو في لي برودوي كوزميتيك، ونرجع لكم مع واحد الطوب البنات ديال سان صافون، هاد اورياج هذا ديال نيتواياج ديال لو فيزاج، واعر البنات خطير، واحد لاموس خطيره الريحه ديالو، شنو كيدير للوجه، كيفاش كيخلي الوجه واحد لابو كيرضى بحال زبيده، لابو بيبي. واورياج راه معروفه يعني ما بلا ما نبقى نهضر عليها بزاف، اورياج خطيره خطيره، غنعاود نشريه. وقيلا ما وصلش 100 درهم، غادي يكون شي مبا شي 80 درهم هكاك، الى الى ما خفت نكذب، لانه ودا ليا صراحه واحد المده لا باس بها، فزوين البنات غنعاود نشريه مره وحده اخرى. الوغ شنو بقى ليا؟ بقى ليا هذا البنات، هذا وداك الكريم اللي ديال لو كور بيبي، تقدر دير الوليده سي لا طابوليك انت ملي دوشي هكا ديريه، هذا واعر البنات، فيه الفازلين وفيه فيه هذا فيه البارافين وفيه الفازلين وفيه الجليسيرين، يعني واعر البنات. انا كان جابتو ليا صراحه كان عندي قديم لحقاش، هذا جابتو ليا واحد صاحبه اختي جابتو ليها من فرنسا الا ما خفت نكذب، ودارت منه وخديتو ليها، الله يسمح لي منها، ديما كناخذ ليها الحويجات اللي كيعجبوني عندها، وصراحه ما كتكبر فيا والو، دونك هذا جربته واعر. بديت ناخذ واحد فواحد الباغا فارماسي قالوا لي كيجيبوا داكشي ديال برا، الا لقيتو ما غنعاودش نزبلو بيان سور غنعاود ناخذو، فهذا الطوب البنات والثمن ديالو جد جد مناسب. الحاجه اللي ما عجبتنيش في هادشي كامل هو هاد الجل انتيم ديال لا مارك فارماسي، واخا خصو فارماسي هذا، صراحه البنات عيان فيه الريحه بحال يعني واحد الريحه مجهده بزاف، لدرجه انك يعني واخا كتغسلي يعني هذا ديال لي زون انتيم، واخا كتغسلي كتوضى يعني مزيان كتبقى فيك الريحه ديالو بحال رش الورد، فالصراحه مجهد الريحه ديالو مجهده بزاف، والناس اللي ما كتبغيش الريحه مجهده هذا راه فيه الريحه بزاف، دونك بالنسبه لي زون انتيم ما كنبغيش ندير شي حاجه ماشي طبيه، هذا غير هكا باغازا خديتو وما عجبنيش، ما غنعاودش مازال ناخذو لا مارك ديالو فارماسي، ما غناخذوش ما غنبقاش ناخذو، ما عجبنيش تو سامبلومون. غادي نجي لكم واحد لابودغ اللي هي ما نقولش لكم طوب البنات، شي حاجه اللي كاين احسن منها بزاف بزاف بزاف، هي باش كترشيك انها لا كونتيتي كبيره بزاف وكتدي مده كبيره، انا هادي في الاخر ما بقيتش كنديرها لو كور ديالي، وليت كن لا هي لا لو لي ديالها، كنت خديتها هي لو لي ديالها تقاد ليا، بقات عندي هادي راه صافي لونطو، هي عندي راه واحد قليله واحد 6 موا هكاك ولا اكثر، وهي عندي الريحه ديالها الريحه اللي فيها ديال كاع لي كولور اللي فيها،
يعني الحمراء بحالها بحال الموف، بحالها بحال الصفراء، بحالها بحال لورانج، ما لقيت حتى شي فرق. المهم نقدر نقول لكم بانها مزيانه بالنسبه لا كونتيتي، راه كثيره ولا باك بغيتي ديريها. المهم ما عليناش، انا ما غنعاودش ناخذها. كاينين وحدين اخرين ديال لي بيبي زوينين، هما اللي غنبدا ناخذ. هذا جاني وكبير وكتملو لانه كثير بزاف كتملوها، فشي كتبغيو ام سي ثقاله فريمون ما نعاودش نشري. مي الا كنتو كتما كتملوش وكتبقى الحاجه كتبان لكم ريحتها مزيانه، تقدروا تاخذوا، راه الثمن ديالو جد جد مناسب. فوالا البنات، هذا غارنيي، هاد الستيوت هذا صراحه كيحمقني البنات، وما نكذبش عليكم، هذا رفيق الدرب ديالي، ما كنحيدوش من الصاك ديالي، كنديرو هو. كنت كندير بيوديرما، تا هو واعر طوب هذاك طبي، ولكن فضلت هذا. علاش؟ لانه صغير ورا القرعه وكديريها في الصاك ديالك هكا ما كتكوني خارجه. انا خديت ثلاثه صراحه، جوج باقيين عندي عامرين، يلاه وحده فيها النص، وخديت هذا اللي كيجيني عملي. هذا وفي لي هو جونسون ديال الزيت ديالو، زيت جونسون، تا هو وفي لي بزاف. انا بجوجهم ما كيخطاونيش من الصاك ديالي، غنعاود نشريه مره اخرى. جيت لكم واحد الشامبوان ديال لامارك كازينو البنات، ديال لي فروي لي شوفو سيك، كاتبين فيه اباز دو فروي ديال المونغ. فوالا زوينه البنات، هذا واعر، سمعت عليه بزاف ديال اليوتيوبيوز كيدويو عليه. المهم اثرني الفضول وبغيت ناخذو، حنا خدمنا مابقاش عندي الشامبوان وخديتو. ما نقولش لكم خايب وما نقولش لكم شي حاجه اللي ما زويناش، في ريحه واعره كديري بحال يعني بحال مقطعه لي فخوي هكاك فريش، كتشمي واحد الريحه واعره البنات. هذا زوين بالنسبه للثمن ديالو، راه فوق ديال 17 درهم ولا 18 درهم ميم با، واعره البنات. الا كنت هكا فلوسي على قدي غنعاود ناخذو، و طوب هذا كازينو زوين. المهم واعر، غنعاود نشري. كاينين بقاو لي دو برودوي البنات، كاين برودوي ديال كاوايت، هذا ديال كالين، وكاين برودوي ديال هذا ديال الترطيب، هذا ديال بوستيش، هادو بجوجهم واعرين 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 غزالين. هذا بالنسبه للابو كيخليها رطبه دوس حليلوه زوينه، في ريحه زوينه والريحه اللي ما كتخنقش. هذا زوين بزاف وكيفتح كيعطي ليكلا، ولكن ماشي داك ليكلا اللي بحال قلتي، ماشي بحال لي برودوي افريكان. بالنسبه للوجه هنا البنات ما كنصحكمش بلي برودوي افريكان، سورتو دابا الشميشه عندنا تبارك الله على يعني العام كامل، يعني طول طون كاينه الشميشه. الوغ ننصحكم بهاد لي برودوي شويه كيكونوا خفاف على لابو وزويونين، ديريه بالليل وتغسليه في الصباح. وغنعاود نشريها البنات، راه خديته بروموسيون، هو واحد ليكرون توا لا مارك كالين، غير انا ما كنديرش لاتانت، وهو هذا ليكرون ديالو فيه لا تانتور، دونك ما كنديروش، كندير غير هذا بزاف، ما كنديرش، كندير غير هذا بزاف بزاف البنات. غنعاود نشريه. وهذا ديال لابوسيش راه عندي الكبير ديالو عاد بديتو، ديال لو كور حتى هو غنعاود نشريه، راه تقاد ليا الصغور ديال الوجه غنعاود نشريه مازال، حيت بقى فيه غير شي ليله ولا جوج وغيتقاد ليا. هذا بالنسبه للترطيب طوب البنات، وحتى الثمن ديالو واعر، دونك غنشريهم. وهذا البنات واحد لوجيل ديال لي مان، حتى هو مع الوليدات وداك الشيء نفعني بزاف، حطيته مده طويله وفيه 1000 ميل، يعني راه فيه 1000 ميل، يعني فيه ايترو البنات، ايترو كامل كتحطيه في الطواليت وكتعزكم والله وكتنسايه لانه كيدي مده طويله واعر. هذا خديته من واحد المحل كيجيبوا داك الشيء ديال برا، هذا ماد ان ايطالي واقيلا، يكون ديال طاليان، ما خفت نكذب ولا اسبانيا ما عرفتش. المهم واعر البنات، لقيتو هادشي ديال برا غير خذوه بعينكم مغمضي، سورتو هادشي ديال الصابون ديال لي مان ديال لي دونتي فريسو، هادشي غير خذوه بعينكم مغمضين، زوين واعر. وحتى الثمن ديالو ما كانش واقيلا واصل حتى 30 درهم، يمكن شي 25، بين 25 30، دونك غنشريه عاوتاني البنات. والريحه ديالو واعره البنات، طوب، شي حاجه زوينه بزاف. كاين هاد مون امور زوين، هذا كان ديال اختي، حتى هو سرقته وخديته ليها. هذا كان جبت واحد صديقة ديال اختي، كنقدم لها تحيه من هاد المنبر، كان جبت ليها واحد الصديقه ديالها من برا، وكنت نساتو عندي، واحد النهار جابته عندي في الصاك ونساته وخديته ليها. صراحه استعملته بقيت عاود رديته ليها، واعر البنات، غزال غزال بزاف. ف
فيه واحد الريحه خطيره ما عرفتش ريحه ما عرفتش ديالاش واش ديال لي بونبون بحال ديال لي غلوس اللي كيديروا في الفم بحال ديك الريحه واعر وكتبقى الريحه ديالو النهار كامل يعني من الصباح حتى تبقى الريحه ديالو واعر البنات غزال غنعاود صراحه ما غنعاودش نشري لانه اصلا ما كاينش دونك غنعاود الا جات صاحبه اختي شي واحد اخر غنعاود ناخذ ليها دونك هذا حتى هو واعر البنات وبقى صراحه هاد لي ماسك هادو ديال هادو ما ديالاش ديال هادو ديال هذا ما عرفتش ديالاش واش هاد دايرين فيه واحد العشبه خضراء واش طحالب ديال البحر واش ما عرفتش المهم ديال المغان دايرينو ديال يمكن ديال لي زيبينار ولا ما عرفتش المهم ما غنعاودش نشري لانه ما زوينش ودرته كانني ما درت والو يعني انا كنفضل لي ماسك ديال غارنيير البنات واعرين طوب زوينين بزاف واخا الثمن ديالهم بالنسبه للي ماسك ديال الوجه راهم طالعين في الثمن صراحه بالنسبه للثمن ديال هاد لي ماسك هادو راه طالعين وقال لي داير شي 20 درهم ولا شي حاجه مي هذا ما عجبنيش بالمره ما غنعاودش نشري هاد لا مارك هادي الوغ بنات هادشي اللي كان عندي شويه هذا اللي سالين دابا ان شاء الله باقي عندي بزاف ديال البرودوي غنهضر لكم عليهم فلاش ان شاء الله الوغ اللي ما ابونيش معنا في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد خليت لكم الراحه والخير والتيسير والسلام عليكم البنات.